المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الاقتصادية من قناة الشروق، ونبدأها كالمعتاد بالعناوين. الكويت والسعودية تدعمان المتأثرين بمنطقة الجيل بمبلغ 2 مليار جنيه. تسهيلات في حركة منظمة العون الإنساني بالبلاد لإنعاش التنمية الاقتصادية. ولاية كسلة تناشد المجتمع الدولي للتدخل العاجل للحد من انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر. أهلا بكم. دشنت منظمة عنان الخيرية بمنطقة الجيل شمال الخرطوم مشروع إعانة المتأثرين في السيول والأمطار والفيضانات بالسودان بتمويل من المحسنين والخيرين من الكويت والسعودية بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه سوداني، حيث احتوت القافلة على مواد إيواء وسلال غذائية. وأشاد المدير العام لمنظمة عنان الخيرية أبو هريرة عبد الرحمن بدعم الخيرين والمحسنين من السعودية والكويت ومساهماتهم في كفالة الأيتام والزيجات الجماعية وسقي الماء وبناء المساجد، مشيرا للموقف الإنساني بمنطقة الجيل وحوجتها العاجلة للإغاثة بمواد الإيواء والغذاء، مناشدا البانحين من داخل وخارج السودان بتقديم العون لأهالي المنطقة، خصوصا وأن الوضع ينذر بكارثة صحية وشيكة. نحن في هذا المنزل ندشن هذه الحملة الإغاثية التي تبرع بها جمع كريم من جروب أهل الخير من الكويت والسعودية بمبلغ 2 مليار جنيه سوداني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في أموالهم. كشف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان محمد الحافظ الشريف أن الوزارة تستهدف تطعيم حوالي 700 مليون رأس من الماشية ضد الأمراض الوبائية المختلفة، وذلك عبر الإدارة العامة للثروة الحيوانية بالولاية، مشيرا إلى أن ما تم تطعيمه حتى الآن تجاوز 3 مليون رأس، وأن الترتيبات اللوجستية والفنية والإدارية تمضي بشكل جيد حتى الآن، وذلك بالتنسيق مع المحليات المختلفة بالولاية مع التركيز على المحليات ذات الكثافة الحيوانية، خاصة محليات سودري، جبرة الشيخ، الرهد، شيكان، أم روابة، ومشيرا إلى أن كمية الأمطار التي هطلت حتى الآن ساهمت كثيرا في تحسين المراعي الطبيعية، مؤكدا خلو الماشية من أي أمراض وبائية بشمال كردفان. مستهدفين في هذه الولاية تطعيم 7 مليون رأس، والحين تطعم 5 مليون رأس، وكل الإمكانيات بتاعتنا متوفرة من لقاحات ومن أطعمة من أدوية لعلاج أي مرض طارئ بالنسبة للثروة الحيوانية. والتطعيم طبعا شامل كل المحليات في الولاية ومتحسبين لأي طارئ يطرأ لأي بلاغات من بلاغات الأمراض المعروفة للثروة الحيوانية. والأمطار أثرت بصورة ممتازة وإيجابية بالنسبة للمرعى، ونظن أنه هذا خير موسم خير وبركة لنا في الولاية بصفة عامة. توقعت وزارة الري والموارد المائية والكهرباء ارتفاع مناسيب النيل في معظم الأحباس العليا على طول مجرى النيل الأزرق ونهر عطبرة، وأكدت الوزارة في بيانها أن البيانات الواردة من المحطات الرئيسية وصور الأقمار الاصطناعية تلاحظ وجود سحب ممطرة في الهضبة الأثيوبية، وعليه فمن المتوقع أن تواصل المناسيب ارتفاعها في معظم الأحباس العليا. وذكرت أن أحباس الدمازين سنار وسنار الخرطوم ستشهد ارتفاعا ملحوظا، وحبس الجبلين جبل أولياء تحت السيطرة، ودعت اللجنة المواطنين والجهات المعنية اتخاذ التحوطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، خاصة ولاية سنار، الجزيرة، الخرطوم، نهر النيل والشمالية. تأثرت مناطق واسعة بشمال الخرطوم بفيضان نهر النيل الذي شهد مناسيبه ارتفاعا كبيرا، ودعت غرفة الطوارئ المواطنين على ضفاف النيل توخي الحيطة والحذر خاصة في ظل ارتفاع المناسيب. ودعت غرفة طوارئ الخريف بنهر النيل المواطنين على ضفاف النيل ونهر عطبرة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان خاصة في ظل ارتفاع المناسيب، حيث سجل منسوب النيل اليوم بمحطة عطبرة 15.86% بارتفاع 40 سنت عن الأمس و29 سنت مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي.
وأشارت الغرفة إلى أن عملية السحب وشفط المياه من المناطق التي تأثرت بالأمطار في كل من محليات نهر النيل ما زالت مستمرة، وتوقعت الغرفة استمرار الزيادة في مناسيب النيل ونهر عطبرة. قال متعاملون مع الأسواق الموازية إن أسعار العملات انخفضت في تداولات الأسواق الموازية للعملات بالسودان بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عقب أدائه القسم، وأكدوا على أن أسعار شراء وبيع الدولار انخفضت بعد أداء أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية. وأوضحوا أن أسعار شراء الدولار بعد النقد سجلت 65 جنيه والبيع 68 جنيه مقارنة ب 67 و69 جنيه على التوالي. ونوهوا إلى أن الأسعار عبر الإجراءات المصرفية ما بين 69 جنيه للبيع والشراء على التوالي، وأبانوا أن أسعار شراء الدرهم الإماراتي بلغت عبر الإجراءات المصرفية 19.85 جنيه وعبر النقد 18.55 جنيه. أعلن الدكتور مفوض عام العون الإنساني محمد السناري مصطفى مزيدا من التسهيلات والسياسات في الإجراءات الخاصة بتحركات المنظمات، وذلك في إطار توجه الدولة بحرية حركة كل شركاء العمل الإنساني الأجانب دون استثناء ودون تحفظات. وأشار السناري خلال اجتماعه بمديري وكالات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني بالبلاد، أشار إلى أن توجه الأنشطة والبرامج الإنسانية لإنعاش التنمية ووضع الخطط والاستراتيجيات طويلة المدى من جانبهم رحب ممثلو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد بهذا التوجه، ووعدوا بمزيد من التنسيق والتفاعل مع خطط وتوجيهات مفوضية العون الإنساني. باتت عملية الإتجار بالبشر من المهددات الاقتصادية التي تعاني منها معظم الدول، حيث ناشدت ولاية كسلا المجتمع الدولي للتدخل العاجل للحد من انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر وقفل جميع النوافذ أمام المتاجرين. وتسعى ولاية كسلا لإيجاد حلول لمعسكرات اللجوء في ظل شح الإمكانات المتوفرة واتساع الحدود مع دول الجوار. الاتساع الحدودي بين ولاية كسلا ودول الجوار خلق نوعا من المهددات التي طرأت حديثا على المشهد السوداني. جريمة الإتجار بالبشر واحدة من أكبر المهددات الأمنية التي تحملت الولاية والسودان تبعاتها رغم الجهود الحكومية المستمرة في محاربتها. نحن في معسكرات اللاجئين حقيقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية أقمنا مراكز لهذه الظاهرة، والحد منها حيث توجد ممثلين لجهاز الأمن والمخابرات والشرطة بأقسامها والاستخبارات لمحاربة هذه الظاهرة، وخاصة بمعسكر الشقراب والمناطق الحدودية بحمدايت والقرقف لمنع هذه الظاهرة. تدفقات اللاجئين والمهاجرين المستمرة واتخاذهم السودان جسرا جعل منهم مرتعا خصبا للعصابات التي تنشط في تهريبهم والإتجار بهم. طالبي اللجوء كما ذكرت من الأكثر الفئات المتأثرة وبهذه الظاهرة، ويجد المهربون وسائل عدة للإيقاع بهؤلاء الضحايا عن طريق إيهام بعدم المرور بمراكز استقبال اللاجئين في حمدايت والقرقف والقلابات، ولذلك معظم الضحايا يضلون طريقهم إلى والوقوع في براثن المهربين. شح الإمكانات وعدم قدرة الولاية على محاصرة شبكات الإتجار بالبشر والعصابات المنظمة التي تنشط في منطقة القرن الأفريقي يتطلب تدخلا من المجتمع الدولي للحد من نشاط تلك العصابات. عصابات الإتجار بالبشر هي عصابات متمكنة جدا، عندها أموال، عندها إمكانات، عندها وسائل اتصال، وسائل حركة، عندها خلايا موجودة في مختلف المناطق، بحيث أن كل حلقة عندها دور معين في تنفيذ الجريمة. هنالك حلقات تختص بتجميع الضحايا سواء كان مهاجرين أو غيرهم في بلد المنشأ، هنالك عصابات وحلقات موجودة داخل السودان ترتب وتنسق ويكون عندها مآوي معين للاحتفاظ بهؤلاء الضحايا. هنالك أيضا حلقات موجودة في الخرطوم أو أم درمان أو حتى في مرليت في شمال دارفور لاستقبال المهاجرين أو المهربين إلى تسفيرهم إلى ليبيا أو مصر. خالد بشير، الشروق، ولاية كسلا.
كشف هيثم محمد فتحي المحلل الاقتصادي عن انخفاض مريع للإيرادات الضريبية خلال حقبة النظام السابق، مبينا أنها لا تتجاوز 7% مقارنة بالدول الأخرى. وعزى المحلل الاقتصادي هذا التراجع إلى عمليات التهريب الضريبي والتهرب الضريبي والجمركي، وقال إنها ألحقت أضرار فادحة بالاقتصاد القومي إبان فترة النظام السابق. وأوضح أن التهريب خلال المرحلة الماضية شمل السلع الضرورية كالجازولين والسكر والسلع الصادر على رأسها الذهب، كما شمل السلع الاستهلاكية المستوردة كالدقيق المدعوم والجازولين. ونوه للأضرار الاقتصادية المترتبة على التهرب الضريبي، والتي من بينها حرمان الخزينة العامة للدولة من مبالغ كبيرة، مما يضاعف من نسبة العجز في الموازنة السنوية العامة للدولة. تفقدت حكومة ولاية غرب دارفور سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالولاية. وقال والي غرب دارفور المكلف اللواء الركن عبد الخالق بدوي محمود إن حكومة الولاية وقفت على سير المشروعات الإسعافية ومستوى التنفيذ والأداء والاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة في مجال المياه ومشروعات زيادة موارد الدخل بالولاية، ممثلة في المستشفى التخصصي وحوض ديسا للمياه وبورصة الولاية والميناء البري. وأكد والي غرب دارفور حص حكومة الولاية في متابعة سير المشروعات التنموية والخدمية بالولاية حتى تكتمل وتعود بالنفع لمواطني الولاية، مؤكدا أن المشروعات تنقسم إلى مشروعات ذات تمويل اتحادي وأخرى ذات تمويل ولائي. بحمد الله تعالى تمنين على سير الخطط الإسعافية ومستوى التنفيذ فيها ونسبة الأداء. صح، هناك بعض الإخفاقات نزيد عن اختلاف بعض أسعار المواد الخاصة بها الإنشاءات في المشاريع التنموية، واللي بتنقسم هي لقسمين: مشروعات ذات تمويل اتحادي ومشروعات ذات تمويل ولاية. بحمد الله تعالى بعد أن خلصنا الاجتماع بالغاعة مررنا على هذه المشاريع على الأرض بحضور كل المدراء العامين للوقوف على سير التنفيذ، وقابلنا الشركات المنفذة، وهنالك كثير جدا من الموجهات صدرت في هذا الخصوص إن شاء الله. بعث الهطول شبه المتوالي للأمطار أخيرا بولاية القضارف الأمل لدى المزارعين بنجاح الموسم الزراعي، حيث سجلت المناطق الجنوبية من الولاية معدلات هطول عالية ساهمت بشكل كبير في نجاح مرحلة التأسيس، غير أن تطبيق الحزم التقنية المتكاملة كان العلامة الفارقة، خاصة عند صغار المزارعين من حيث مقاومة الآفات والتغلب على الظروف المناخية المتغيرة، إضافة إلى اتجاههم نحو تنويع التركيبة المحصولية بإدخال أنواع جديدة من المحاصيل. على الرغم من التخوفات التي صاحبت الموسم الزراعي الحالي بولاية القضارف خاصة نقص الأمطار، إلا أن المنطقة الجنوبية بثت الطمأنينة من حيث معدلات الهطول العالية للأمطار والتأسيس الجيد للمحاصيل بفضل توسع صغار المزارعين بصفة خاصة في تطبيق التقنيات الزراعية. كنا بنزرع في زراعة تقليدية، كنا الواحد بينتج له ما بين شوال أو شوال ونص الفدان، الآن حصلنا أنه درجة أنه الواحد ينتج 15 فدان 15 شوال في فدان الواحد، 75 ما بين 60 75 شوال في الخمسة فدان. بالنسبة للذرة عندنا الفول السوداني وصلنا لحد 25 جوال بالنسبة للفدان الواحد. بنينا التغانات، بقينا نزرع الذرة بالبلانتر، والأصناف نستخدم التقاوي المحسنة، ونحن الآن في داخل حقل 5 فدان، والجمعية هي زارع لها 450 فدان من الذرة والدهمت والوافر، ونتوقع بأنه ممكن نجيب 18 شوال في الفدان بإذن الله في السنة الجديدة بإذن الله. مختصون في الشأن الزراعي عظموا من فائدة تطبيق الحزم التقنية وانعكاس ذلك على التأسيس الجيد للمحاصيل والتغلب على الظروف المناخية ومقاومة الآفات. وزي ما شايفين من خلفي أنه هذا السمسم معافى ما فيه أي حاجة، لأنه النازل جابوا التقاوي من وزارة الزراعة وتقاوي معفرة بمبيد السيد ستار، وفي نفس الوقت بعد ما تزرعت في وقتها في زمن كويس وإضافت لها سماد، وزي ما شايفين هسا في الوقت الحالي يمكن تكون يعني أنا شايف الشكل بتاع ده شكل ممتاز يعني، والأمطار هنا يمكن تكون أعلى من 700 ملي، وده المطلوب بالنسبة لمحصول السمسم. بتوقع لهذا السمسم أو السمسم في هذه المنطقة تكون إنتاجيته عالية جدا. وتعزز وزارة الإنتاج من جدوى هذه التقانات
خاصة تنوع التركيب المحصولية. تلاحظ أنه مع 3 أمتار كانت عالية، توزيعها جيد، في تأسيس جيد لكل المحاصيل ابتداء من السمسم وزهرة الشمس والقطن والزورة والفول السوداني، وتلاحظ أنه برضو في تركيب تنوع في التركيب المحصولية يمكن على مستوى الكبار وصغار المزارعين، وهذه يمكن واحدة من أهدافنا هي تنويع التركيب المحصولية، واحدة من أهداف وزارة الزراعة. اكتمال مرحلة التأسيس في معظم مناطق الولاية دون تسجيل آفات تذكر يعتبر واحدا من المؤشرات الجيدة لنجاح الموسم، ودليلا آخر على جدوى تطبيق التقنيات الزراعية. محمد الفاتح، الشروق، ولاية الجضارف. امتدح والي سنار المكلف اللواء الركن أحمد صالح عبود جهود ديوان الزكاة بالولاية في المحاور المجتمعية والخدمية، وقال عبود إن الديوان نفذ تدخلات إيجابية أسهمت في المجالات الصحية والمياه والتعليم، علاوة على المساهمة في خدمات التأمين الصحي. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الزكاة بالولاية، وأكد والي سنار دعمهم ووقوفهم مع الديوان لخفض معدلات الفقر بالولاية. من خلال الميزانية اللي عرضت لنا قدامنا، يعني الحمد لله رب العالمين، اسهامات كبيرة جدا وبلغت مليارات المليارات، ونتمنى انه في الربع الاخير ده او في النصف الاخير تزيد هذه المساهمات، وواضح من الميزانية يعني ان شاء الله يعني حتكون باذن الله يعني مساهمات كبيرة. نحن من جانبنا حنعمل على وقف التهريب، حنعمل على دعم المتحصلين في ديوان الزكاة بالحراسة، حتى انه نضمن ارتفاع نسبة الجباية في كل الولاية وتكون يعني نسب وأرقام مقدرة. ما زلنا معكم في جولة الاقتصادية من قناة الشروق، وتتابعون فيها بعد قليل. مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقرا في تداولات اليوم.